الأصدقاء في ثاني متوسط، حياكم الله. أنتم جمهور القناة الأكبر. إحصائيا في قناتي أكثر المقاطع مشاهدة وأكثرها انتشارا مقاطع الموجهة لطلاب ثاني متوسط. Thanks a lot and keep going. أولى القواعد في هذه الوحدة، الوحدة الثالثة، وسأقوم أيضا بشرح الوحدة الثامنة في نفس هذا المقطع. لكن أولى قواعد الوحدة الثالثة هي الكويستشن وورد أو أسئلة الاستفهام. أسئلة الاستفهام هذه لها معاني خاصة. أنا متأكد أنكم لو حفظتوا هذه الأسئلة سيكون الاختبار عليكم أسهل مما تتصورون. إذا عرفت تفرق بين كلمة هل وكلمة أين وكلمة ماذا وكلمة لماذا، عرفت السؤال لشبيه بالضبط. الكلمات هي كما تشاهدون كلمة هو، كلمة هوز، كلمة وات، كلمة وير، كلمة واي، كلمة هاو، وأخيرا كلمة وين. ثاني القواعد للوحدة الثالثة هي قاعدة الباست سيمبل، الماضي البسيط، والتي سبق أن شرحتها وأعدت شرحها وكررت ذلك كثيرا في هذا المقطع. لكن هنا في إضافة بسيطة اللي هي الأفعال الشاذة. هناك تركيز على الأفعال التي لا يكون التي لا تمشي على القاعدة. احنا عندنا قاعدة بالإنجليزي ED، إذا أضفناها على الفعل يتحول الفعل إلى ماضي، مثل كلمة play، كلمة work وهكذا. هناك كلمات شاذة ركز عليها الكتاب كثيرا وسأكتبها لكم هنا، كلمة cut، كلمة read، كلمة forget، كلمة break، وأخيرا كلمة hurt. أهلا بكم في قواعد الوحدة الثامنة. أولى هذه القواعد هي قاعدة present simple، قاعدة المضارع البسيط، وهي قاعدة تم شرحها في هذا المقطع. تظهر لكم البطاقات هنا، اختر البطاقة المناسبة لك. ثاني هذه القواعد هي كلمات وليست قواعد لكنها مهمة جدا، خاصة في سؤال التعبير. كلمة first أولا، ثم كلمات تعني نفس المعنى، then، ثم next، بعد ذلك after that وهكذا. هذه الكلمات لا يوجد مشكلة في إعادة ترتيبها، المهم فقط في ترتيب كلمتي first تأتي أولا، وكلمة finally التي تعني أخيرا. القاعدة الثالثة معنا هي قاعدة كلمة so وكلمة neither. كلمة so وكلمة neither كلاهما يحملان نفس المعنى لكنهما يختلفان في الاستخدام. فاستخدام كلمة so مثلا يأتي في الجمل ذات المعنى الإيجابي أو البوزيتيف. أنا أقول مثلا I like playing football، وأنت أيضا تحب كرة القدم، فتقول معي so do I، حتى أنا أحب كرة القدم. لكن لو كان المعنى منفي فنحن ننفي الجملة هذه. مثلا أقول I don't like eating mushrooms، أنا ما أحب أكل الفطر. أنت كذلك لا تحب أكل الفطر، ما تقول so do I، لأن الجملة هنا فيها كلمة don't، فيها نفي، تقول neither do I، حتى أنا لا أحب هذا. طبعا سبق وشرحتها كلمة may واستخدام كلمة ربما في هذا المقطع. وأخيرا القاعدة الخامسة، هناك تلميحة بسيطة لقاعدة present progressive أو المضارع المستمر، سبق وشرحته في أكثر من مقطع، تجدونها هنا في البطاقات. أترككم الآن مع التمارين، حل التمارين للوحدتين، الوحدة الثالثة والوحدة الثامنة، وبالتوفيق. ولا تنسون في ختام هذا الأسبوع بإذن الله ستكون هناك حلقة خاصة جدا للاختبارات.